ما قدرنا نتخلى عن واجبنا الوطني، ما قبلنا نتخلى عن رسالتنا بطيران الشرق الأوسط. بدك تكون قوي لحتى اللي بوجهك بده يرتاح. ما تروح يا أمي، ما تسافر، شو بدك بس سفر؟ قال لك كيف، هذا شغلتي. الإفور الجماعي اللي صار، وصلنا للنتيجة اللي عنا إياها اليوم، وأنا بعتبرها إنجاز. كنت روح بس ما فكر، كنت أعطى الهم بس الطريق، كنت خاف بس إنه هيدا الطريق إذا رح أوصل بأمان ولا لا. بس صير بالشركة كنت حس شوي هيك بالرواق، شوف زملائي، اتروحن شوي فيهم. أنا شخصياً ما خفت ولا التقيت بزميل لإلي خايف، بس كنا عتلانين هم من الأهل والعائلة والولاد. يعني كل شوي أمك بتدق لك، مرتك بتدق لك، أولادك بيحكوك ما تروح يا أمي، ما تسافر، شو بدك بس سفر؟ قال لك كيف، هذا شغلتي. بعدين وقتها نسير على الطيارة لحتى تطلع الطيارة، كمان بيني وبين حالي كنت أعطى الهم إنه لا سمح الله بغلط ما أو وقت ثقيل إنه نكلا شي طرطوشة. يا رحنا شغلتنا نخفف عليهم، أصلاً هو كان بيجي بستريس، حرب وقصف وعلى الطريق. شغلتك شو يا مسيو؟ إن شاء الله أنت بخير، عائلتك بخير، خلص مهم أنت منيح وأنت معنا هلا على الطيارة. طبيعي نتأثر باللي عم بيصير حوالينا، بس كنا بس نصير على الطيارة والكابتن يقلنا ready for boarding، كنا ننسى شو عم نحكي، إذا كيفك، شو أخبارك، حدا صار له شيء، أهلك، كنا دغري نوقف نعمل ديليت لكل شيء صاير حوالينا وين نحنا. سو أنت بدك تكون قوي لحتى اللي بوجهك بده يرتاح. ثقبت انه انا ب 27 سبتمبر كان عندي 3 ايام اجازه، لما صارت الضربه الكبيره وصار الوضع يتازم بسرعه كان كل همي كيف بدنا بدي ادق للشركه شوف اذا عايزين حدا، ناقصهم حدا تا نجي نلبي. ليل 27 كان بلشت الغارات التالي على بيروت، كان بلشت تسوق الاحوال ببيروت بطريقه دراماتيكيه. كنا نحن بالكويت ونرجع بيروت، فبطبيعة الحال نحن تواصلنا مع بيروت، تواصلنا مع إدارة العمليات ببيروت، وأخذنا ضوء أخضر لننطلق من الكويت على بيروت بناء على توصيات لجنة إدارة المخاطر اللي هي كانت كل الأيام عم تجتمع. متى ما دخلنا بالأجواء اللبنانية هون كان المشهد حزين كمان، نقول غير شيء، لانه عم نشوف كنا غارات عم تتالى على كل الاراضي اللبنانيه. من خلال هذه الوظيفه عم نخدم اللبنانيه وعم نخدم هذا البلد. الخوف موجود طبعا، بس يعني مسيطرين عليه، وبالنهايه نحن هون لخدمه البلد واللبنانيه. القرار الاصعب بوقتها كان هو القرار انه ننزل مطار بيروت، بس كان هيدا الخيار هو الخيار الوحيد اللي عنا إياه، وكان هيدا القرار الوحيد يلي نحن رح نقبله على حالنا، لأنه إذا ما نزلنا نحن بمطار بيروت يعني نحن كنا عم نعزل حالنا عن الكرة الأرضية، نحن رح نبطل نطير من مطار بيروت. فنحن هيدا الشيء ما قدرنا نقبله، ما قدرنا نتخلى عن واجبنا الوطني، ما قبلنا نتخلى عن رسالتنا بطيران الشرق الأوسط. في معنا كتير كابين كرو راحوا بيوتهم، في كتير تضرروا وتهجروا، وتشوفهم تجوا كانوا عم يجوا ومبسوطين انه هن عم بالعكس عم تقدم رساله، نضل صله الوصل لبنان لبرا، يعني ما في غيرنا بقى طيران عم يجي. الفضل الكبير بيرجع لكل الموظفين بهذه الشركه، ابتداء من الاداره الناجحه للطيارين الابطال للمضيفين اللي بجننوا، واكيد ما بننسى موظفين الارض، لان الافور الجماعي اللي صار وصلنا للنتيجه اللي عنا اياها اليوم، وانا بسميها بعتبرها انجاز.